صباح الخير مشاهدينا. قبل ما بلش بتوقعات الأبراج 12 لليوم رح خبركن عن علاقة برج الدلو ببرج القوس. علاقة كتير حلوة بتجمع بين الدلو والقوس، فالتفاهم بيناتهم كبير وبيتشاركوا ذات الآراء والأفكار. اثنيناتهم بيحبوا السهر وحياتهم الاجتماعية صاخبة وصداقاتهم كتيرة. الحب بيسيطر على علاقتهم ومش الحنان، لأن اثنيناتهم بيفكروا بعقلهم أكتر. من أهم القصص يلي بتساهم بإنجاح علاقتهم احترامهم لحرية بعضهم وعدم تشكيك برج الدلو بكلام برج القوس وصدقه. طولوني بكرة تخبركن عن علاقة برج الدلو وبرج الجدي، وهلأ نبلش أبراجنا 12 مع برج الحمل. دروس المشاريع والصفقات يلي بتنعرض عليك اليوم كتير منيح قبل ما تقرر شي بخصوصها، وانتبه من الأشخاص يلي بيعرضوا عليك هالفرص. أما عاطفياً ما عم تتحمل بعض الشريك عنك، فلازم تصارحه بمشاعرك. برج الثور تتمتع بالقدرة على اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب، الأمر يلي بيميزك عن غيرك بالعمل. خليك مثابر ونشيط وحقق المزيد من النجاح. أما عاطفياً ما تندم على حب قديم وبلش بالبحث عن حب جديد. برج الجوزاء مليت من الأعمال الروتينية وبتشعر بالرغبة بالتغيير وبمباشرة عمل جديد. فكر منيح قبل ما تقوم بهالخطوة وتخسر عملك الحالي. أما عاطفياً ما تحكي مع الشريك عن علاقتك السابقة وركز على علاقتك معه. برج السرطان ما تهمل تفاصيل اليوم مهما كانت بسيطة، وتأكد أنك رح توصل للقرار المناسب إذا فكرت بمنطق وموضوعية، وثق بنفسك وطموحاتك واجتهد للوصول لأهدافك. أما عاطفياً تطلب من الشريك الابتعاد عنه لفترة تتأكد من حقيقة مشاعرك تجاهه. برج الأسد لازم تكون مؤكد أكثر من رأيك وتمسك فيه بقوة أكبر. المحيطين فيك عم بينتقدوا لك أفكارك وحديثك وعم بيجربوا يأثروا عليك. أما عاطفياً مبسوط كتير بعلاقتك مع الشريك. برج العذراء ما تتذمر كتير وتعامل مع التغييرات والواقع بطريقة منطقية أكثر، فالأمور مش على طول بتكون مثل ما بدك ولصالحك. أما عاطفياً لازم تمضي وقت أكبر برفقة الشريك وتعطيه مزيد من الاهتمام. منكفي أبراجنا مع برج الميزان، بدك تخلص كل أعمالك بسرعة وبكفاءة، وهذا أمر صعب. كن هادئ واشتغل بدقة وتركيز أكثر، وحاول تنجح بكل أمر بتقوم فيه. أما عاطفياً الشريك بيشعر أنه تصرفاتك متناقضة هالفترة وما عم بيفهمه. برج العقرب بتحقق اليوم تقدم مهم بعملك بأهلك لمنصب أفضل. ما تكتفي بهالأمر وخليك طموح دايماً للوصول لمراكز أعلى وأهم. أما عاطفياً عم بتحس ببعض الشكوك تجاه تصرفات الشريك، الأمر يلي بيخليك تتعامل معه بطريقة غريبة. برج القوس أنت الأدرى بقدراتك وبتعرف شو فيك تعمل، فما تحمل نفسك الأمور الصعبة يلي منك قادر تحققها لوحدك. تعاون مع زملائك وخفف الأعباء عنك. أما عاطفياً تشعر بالتعب بسبب متطلبات الشريك يلي ما بتنتهي. برج الجدي اليوم بيوكلوك رؤسائك بالمزيد من المسؤوليات، فحاول تكون على قد هالمسؤولية واستخدم كل طاقتك لتحقق أعمالك بطريقة أفضل. أما عاطفياً علاقتك عم بتمر بفترة من الاستقرار وبتخف المشاكل والخلافات يلي كانت مسيطرة عليها. برج الدلو أحد زملائك بيحاول يستفزك ويوترك، لازم تتحلى بالصبر وتبتعد عن التعصيب، واجهه بهدوء وذكاء وما تخليه يأثر على عملك. أما عاطفياً تبتعد اليوم عن أي نقاش منه مهم مع الشريك. نوصل لآخر برج، برج الحوت. ما تيأس من فشلك بأول محاولة، فأنت بالتأكيد بتقدر تحقق أحلامك. خطط له بذكاء وفكر بكل التفاصيل، واستعين بأحد أصدقائك يلي عندهم خبرة بمجال عملك. أما عاطفياً الشريك ناطر قرار منك بخصوص علاقتك فيه. بالنسبة لمولود اليوم فهو لطيف وخدوم مع الآخرين وبيحب يتمتع بالحياة. نشيط ما بيعرف التعب، بيبحث دايماً عن التجديد والتعرف على ناس جديد يستفيد من خبرتهم. بيبحث عن العمل المناسب له، ما بيقدر يحتفظ بسر. ديناميكي مرح بس عصبي وبعيد كل البعد عن دبلوماسية. من مواليد اليوم الممثلة الأمريكية إليزابيث بانكس. ولدت إليزابيث عام 1974 وبدأت مسيرتها الفنية بالتمثيل المسرحي إلى جانب أدوار صغيرة بأفلام سينمائية. عام 1998 حققت نجاح قوي بفيلم The 40 Years Old Virgin، وشاركت بعدة أفلام من أهمها سبايدر مان بأجزائه الثلاثة وهانجر جيمز.
هذا كان كل شيء، بريك صغير ومنكفي من بعده. MTV Live مع Let's Dance.